بتعمل مؤتمر صحفي النهارده بخصوص حاجه حصلت ان هو بيزج اسم النقابه في حاجات سياسيه النقابه ملهاش دعوه بيها خالص. سياده النقيب لما عرف الموضوع ده طلب مؤتمر صحفي علشان يوضح ان دور النقابه مهني بحت ملهاش دعوه بالسياسه خالص. انا كنت بشارك في ان بقود النقابه لان في فترات زمنيه كنت بشارك في قياده النقابه. ما كانش في اي وقت من الاوقات ولا في اي مجلس من المجالس بيزج فيه اسم النقابه في اي عمل سياسي. وكانت تشكيلات النقابه عبر ال 25 سنه اللي فاتت دول مزيج من اليمين واليسار والمسلمين والاقباط، لكن كانت نقابه طول عمرها نقابه مهنيه صرف. لكني اؤكد لكم ان الصراع السياسي الدائر في الشارع المصري قد عصف بنقابه السعادة. اما وقد تحولت ساحه النقابه الى صراع سياسي فلست قادرا باي شكل من الاشكال على ان اقود صراعا سياسيا. اعلن الان اني ساغادر النقابه الان مستقيلا. ارجو الاحاطه اني قررت الاستقاله من موقعي كنقيب عام. واتمنى ان تمضي النقابه في طريق تحقق مصالح المهنه والصيادله والوطن. ولا انا مع الاخوان ولا انا مع غير الاخوان، انا راجل مع صيادله مصر فقط. حين يتحول الامر من مهني الى صراع سياسي، السلام عليكم ورحمه الله. هل عرضت تعرضت لضغوط عشان الاستقاله؟ انا اللي كتبت الاستقاله، وانا الضغوط هي صراع اطراف النقابه مع بعضها. الضغوط ان يوصل الامر ان يعقد مؤتمر صحفي دون ان اخطر به ويعلن فيه رايي وتتاخد فيه اوضه من اوض النقابه ويعلن فيه راي من النقابه. يعني على فكره المؤتمر حادثه نقطه فقط، لكن الصراع قائم بقاله وقت طويل. انا ما عنديش استعداد اطلاقا ان انا ادير اجنده حد غير اجنده الصيادله بس.